بيان حكومة نص الليل فيما يتعلق بالمواصلات العامة. واحد، المواصلات شغل في الدولة، ما ينفعش تسيبها للناس يعملوا فيها اللي هم عايزينه. اتنين، مفهوم المواصلات بتكلف فلوس مش عندنا، بس دي برضه شغلة الدولة، إنها تلاقي فلوس تعمل بيها مواصلات. تلاتة، المواصلات دي على فكرة صناعة مربحة، سلعة كل الناس عايزينها، وبتصدر كمان، محتاجة تكتيك بس. أربعة، المواصلات بالعلم والمعرفة، مش بالهجايص والتنصيم وإنصاف الحلول. خمسة، منظومة المواصلات البايظة مش يعني ميكروباص وتوكل وشتايم، يعني زحمة، تلوث، وهدر طاقة ووقت وصحة وأعصاب شعب بحاله. بس انتهى. سلام.